السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير داخل المغرب وخارج المغرب، تكونوا ان شاء الله في صحه جيده. اليوم كما كتشوفوا راني عند اختي نعيمه، عندها الزايا ديال عروسها، فزيوها شي صحابه ديالو الطعام بالسكسو بالحليب وباللفت وبالقرعه وبالكورجيت والصلا واللحم ديال الحليب اللي كنديرو. وانتم معايا تتشوفوا الاجواء ديالنا في العشيه، كيهزو هما في العشيه كيعلمونا وكنجبدو لهم كاسكروب وكنديرو الكاسكروب، هادشي اللي كنديرو. وقربوا ان شاء الله تشوفوا، نصب معاكم الطعام ديال الحليب ديال الاطلس، راه معروف الطعام ديالنا. صافي عندي هنايا اللحم ديال الكري، هانتوما غير الطريقه تزيينين. غنديرو الملحة، صافي درت البزار وسكينجبير الملحة أنا غنصبر، وغنديرو السمن، السمن الحار، وندير الزيت البلدية، وغندير شوية د الزيت، السكر والماء. صافي دابا غنردو هاد الشحر ثوما، عندي هنايا ربيع صبور ومعدوس نديرو فوق الخضرا، وغنغني اللفت فهاد اللحم. صافي انا غادي نصب هنايا القرعه بوحدها والخرجي بوحدها، ندير لهم شويه الملحه و ندير بيت كيفاش ياسين غندير. هي السكينجبير والبزار والملحة اللي غنديرو، نديرو البزار شوية الزيت والقرعة اللي لها شوية ديال سنيدة، جوج معالق كبار ديال سنيدة صافي، كتعطي هاديك الحلاوة، كتبقى اللون ديالها متفق هذه غادي نديرها على اللحم، غير الشحر ديال الحم وديال ليه الماء، ونرمي اللفت باش تطلق ديك المنه في اللون تجي زوينه. صافي الناس انا غادي نديرها السوق، ندير هنايا باري الرقيق، غادي ندير تخلي فيه غير شويه، ندير واحد الثلاثه ديال الثلاثه كبار، نديرو ليه الزيت. صافي غنديرو الزيت. المبتدئات كيقولو لك تيقولو الطعام تيتعجن ليكم، غير ديرو الزيت وما تحطوش، وديرو ديال القمح، وغنبسبسو مزيان. شوفوا الطريقة ديال الطعام ديال الأطلس ديالنا، يا العين زير المعروف بالحليب، كيجي اللي داك الطعام ديالنا كيحماق عليه، واخا كنديرو حتى حنا ديال الخضرة نهار الجمعة هذا، ولكن فاش كيكونو ضياف حنا كنديرو ديال الحليب، ضروري كنديرو ديال الحليب. وصافي هنا فاش كيدخلو، المهم اليوم ان شاء الله غتشوفو الأجواء ديال كلشي، غندوز معاكم كلشي وتشوفو التقاليد ديالنا في الأطلس، تشوفو التقاليد ديال العزا ديالنا. فاش كيجيو صحابي اش كيعزيو، كيفاش كيموت ليك شي حد، الله يجينا من الموت ويجيكم ويبعد علينا البلا. كي غادي نغسلو قالت لك اختي نعيمه جي عاوني لا حاده لي غدير لك السكسو لي كتقلي السكسو حاده لها الضياف، غير سيري نتي نصبي لها حتى فمورا غدا يخرجو من الضياف ونجي نتبعك. إيوا وجيت ونصبت،
كيسنت فيه الكلمة. هاكي يبقى شوية الماء ما تخافوش راه كيشرب. صافي غادي نخليوه دابا ان شاء الله تيشرب لينا وغادي نغطيوه بشي زيف هانتوما ايوا صافي. غادي نرد الحوايج بلاصتهم باش ما نخليش الكوزينه ملونه كل حاجه نردها بلاصتها. راه كتعرفوا الضياف فاش كيكونوا راه خص كلشي يرجع لبلاصتو باش انا دوك الروين بزاف هنايا غسلتهم مرتين سختي يلا غادي نمسحوهم باش نردو داك الشيء كل حاجه نرجعوها لبلاصتها. ندير شويه جافيل ايوا المهم كنبغي نشارك معاكم داكشي التقاليد ديالنا باش تعرفوا التقاليد ديالنا واللي جا عندنا الاطلس المتوسط مرحبا به. انا تنرحب بالناس كاملين الصاج هاك يا سنا. ايوا صافي هنايا درت الشهدات درتهم البارح اللي درتهم وانتوما درت واحد ثلاثة وخمسة انا محطتهمش شوف نحيدهم دابا فاش كندير لهم ورق الزبده كيتحيدوا ليا دغيا يعني ما بقيتوش هاد النايمه. معرفناش واش بطاطا بصل غيكون يقدر ان شاء الله. ها ما عرفناش دابا المهم غنديروا وهذا قالوا لكم عجبوهم الشهادات ديالي كنت غادخلوا ندير القناه وهزوا المقادير راه كيصدقوا الشهادات تبارك الله اش غنقول لكم حتى هي سنه الله عليك شحال سنين مسلمه عزيزه شهرين ونص وسنتين. غندير اللحم غندير ليه الماء وغير يدخلوا الطياب باش ندير اللفت ديك اللفت دابا راه صغيره وطريه دغيا كطيب. اسمحوا لي على الصداع ديال الدراري الصغار كيما قلت لكم راه ولادي السلامه فيهم بزاف ديال الصداع وفيهم بزاف الهضره. يجي البلود ما نزيدش ما نسمحش انا نبقى نزيد ليه صافي طيب نيت صافي غادي نديرو الحلو متعقا كيما نتوما انا دابا كنديرو الرغيفات تتبقى من الرغيفات اليوم راه درتهم هنا ودرتهم في الفريكو ونقليهم دابا نجبدهم جبتهم الفريكو كنقليهم وغادي نفينيهم ان شاء الله ندير لهم العسل ندير لهم كاوكاو كونكاسي ولا اللوز المهم الموجود اللي كان نزوقو به. فينك نرميو عليهم الزيت هيا انا راه حد كتغسل المعميه عزيزه عزيزه كلشي كرخفي ثاني حنا الناس هنايا في الاطلس حادين تبارك الله عليهم كنستمر بهاد الطريقة حتى كنساليهم
انتم المشاهدين ديالي، انا درت دابا اللفت فوق اللحم، راه قربت طيب. هذه اللفته هذه كتطلق البنه في المرقه مع اللحم بالكرياش. غنقول لكم كيجي واحد الكسكسو بالبلول ما شاء الله، والله يعطيني الصحه. وقيله درت واحد المرقه زوينه، ودابا نطيب الحليب. فاش طيب اللفت غنحيد هاد شي كاسرونه، وفاش تتاخر ليا شويه المرقه غنطيب الحليب وغنرميه فوق اللحم. وفاش نبغيو نسقيو الطعام ديالنا نفسكوه، وانتم معايا ان شاء الله حتى يطيب. والطعام راه درته هنا طيب في الفرن ديا انتم. ها انتم ايوا، هذا مازال ما درتوش الفرن. غادي نجيب البانيو الاخر باش ندير الاخر، نحيد هذاك ونرد هذا ونعاود نسقيه بالماء والملحه ونردو. انا كندير ليه دابا غير جوج تفورات مزيان، يتفور ليا مزيان صافي. دوز هنايا شويه الشوكولاط ونزيد فيه دانون، ولي بحال الكناش، يجي بحال الكناش ميت. هاي دانون ديال درهم. اللي بغا يزيد شويه الكاكاو يزيدو. صافي الغدا سنة يعني، غير حطو لنا نتغداو قبل الناس ما يدخلو نتغداو حنا، بعدا نلقاو باش نوقفو يعني باش نرجع انا نكمل الغدا ديالي ديال الضياف. كنديروهم هنايا في كاوكاو. سمحوا لي عمرة دنيا الهضره ما كيسكتوش باش نهضر، وين يخليكم تعيشوا مع الاجواء ديالنا ديال المزيان. جيتي يا جيتيش تعاونيني ما جيتيش يا اختي؟ اش غنقول لك؟ عييتي؟ عييتي؟ اييه كافيه ياك ايوا سي يا ملاح الزوا بك انا لاباس اودي ربي يسخن ما نوريك حتى حاجه تبارك الله. انت كتوري لنا شنو كاين ابدا دابا لي تنوريك دابا سخنت شي شويه السمن الحار كيجي ولا هادي الجماعه ديالك في الروم ديالك اللي سمعتي نمشي هذاك الفيديو مسكين قافيه غير داك الخبز اللي عجبتك كانت مسكينه سنه كدلك الخبز تاع حياتك ومشى داك الفيديو مشى طاقيا يا اختي يا اختي اجي عزيزه تفتفر لي الكرعه وشوف شوف كيفاش يكون داك التبصل. كنديرو دابا اللحم كلشي
جايتي هاد الحلوة ما يستعجل